طبعا كلنا عارفين ان الدراما والافلام دور كبير جدا في ابراز اهم القضايا اللي بيمر فيها المجتمع، وزي ما احنا اتكلمنا عن موضوع حلقتنا النهارده هو العنف ضد المراه. شكل بقى من اشكال العنف ضد المراه طبعا هو زواج القاصرات، وتم تناول الموضوع ده في اعمال فنيه كتير جدا، حتى في افلام روائيه. وواحد من الافلام اللي تم مناقشه فيه موضوع زي ده هو الفيلم الروائي كفن ديكولتي اللي قامت بانتاجه الهيئه القبطيه الانجليزيه. خلينا نتكلم بقى اكتر عن الفيلم ده وعن كواليسه مع المخرجه نانسي كمال. ازيك يا نانسي؟ اهلا بيكي، برحب بيكي معانا. اهلا بيكي. خلينا نبدا بالاسم كفن ديكولتي، اشرحي لنا اكتر ايه معنى الاسم ده. كنا شايفين ان العروسه عاده بتلبس الفستان الابيض، بس لو هي مش واصله لمرحله البلوغ، يعني هي لسه مش كبيره كفايه، داخله في عالم الكبار بدري، فده مش فستان ابيض، ده هيكون زي الكفن الابيض. كفن ديكولتي هي كلمه فرانكفونيك، يمكن هم في تونس لما الفيلم اتعرض كانوا فاهمينها اكتر، كانوا فاهمين انه اللي هو من غير كول، يعني هو الشكل بتاع فتحه الفستان، الموديل بتاع الكفن يعني، فهي حاجه فيها سخريه من ازاي ان الكفن يكون كانه ازاي. طب مش فاهم الاسم ده، عاجبني اصلا. مختلف طبعا مع المنتج، مع الفريق العمل في الهيئه الانجليزيه، اقترحنا كذا اسم، وده كان اقرب اكتر حاجه بتعبر عن الحاله اتفقنا عليها. عايز اعرف اشمعنى قررتي بالذات تناول الموضوع ده. زواج القاصرات بيعتبر نوع من انواع العنف، بس هو عنف شكله شيك، يعني شكله ان الناس بتبقى حاجه فرحانه، تعالي هنعمل لك بيت لوحدك، تعالي هنعمل لك اوضه لوحدك، تعالي، ده يعني بتبقى في الاخر طفله ينفع يضحك عليها بكلمتين يعني، لكن في الاخر هو عنف، وعنف كبير، وبيأثر كمان على الاولاد بعدين وعلى مستقبل اسره بعدين. فهم في الاول الهيئه الانجليزيه كنا عملنا فيلم عن برضو عن عماله الاطفال، عن البنات اللي بتشتغل، وبعدين طلبوا مني فيلم تاني عن زواج القاصرات. في الاول طلبوا اعلان، فقلت لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لي احنا بنحب المناقشات، يعني بنحب نكون في زي ناس نتكلم معاهم ويشوفوا دراما ونتكلم عنها. فاتفقنا من هنا لهنا، اقتنعوا ان احنا نعمل حته دراما قصيره وتكون فرصه ان يحصل عليها مناقشات. حضرتي للعمل بقى ازاي؟ هل لما الفكره جات لك اصلا انت كنت متحمسه لها، كان نفسك تناقشي قضيه زي دي؟ الموضوع في الاول كان بعيد عني، بس في الاخر انا ست وممكن اكون فاهمه شويه حاجات، لكن انا شخصيا ما اتجوزتش وانا صغيره، فمنين بقى بيجي الاحساس بتاع البنات دول؟ بيجي من الهيئه الانجليزيه، ابتدت تبعت لي بقى الحالات بتاعه البحث. وفي التوقيت كمان اللي احنا كنا بنعمل فيه الفيلم كان في قصه اتاثرت بيها قوي، كانت يعني احنا عاده في مصر بنجوز البنت بتكون تين ايجر، في واحده في اليمن كانت اتجوزت، دي كانت طفله، كانت 9 سنين في، كانت صغيره جدا. 9 سنين؟ كانت صغيره جدا جدا. كان والخبر كان اتنشر، ابعتهولي المنتج وقريته. القصه دي البنت دي انا كنت متاثره بيها، لانه فضلت تنزف، او كان المكتوب انها فضلت تنزف لغايه ما تموت، وبعد شويه قرينا في الجرايد لا دي عايشه، لا دي قاعده في ملجا ايتام واهلها بس اللي سابوها، بس ما هي قاعده عايشه في ملجا. اتغيرت القصه وحسيت ان ممكن يكون الاوضه المقفوله ممكن يحصل فيها حاجات كتير قوي، وممكن يحصل كذب كتير قوي، والقصص تتغير وبنات تروح وما نعرفش هم راحوا فين بعد الموضوع كده. يمكن اكبر ما اي حد ممكن يكون فاكره، يعني اللي انت بتقوليه ده انه حد ممكن يموت. انت دلوقتي بقى لما انت دخلتي في الموضوع شفتي جانب مختلف يمكن للموضوع اكتر مننا، اظهرتي ده ازاي في الفيلم بتاعك؟ كان في كذا طريقه. هو الاول لو احنا بصينا على الموضوع من بره، الموضوع لا، الموضوع فرح وزغاريط ولبس حلو، وهو يا حرام شويه في الاول وهتتعود، بس اللي انت بتقوليه لا طبعا، ده بالعكس هي بتبقى فرحانه، اصل في الاخر انت قدام طفله، وطفله غالبا ده بيحصل في يعني مستوى تعليم اقل، مستوى اجتماعي اقل، فبالتالي ضحك عليها، تعالي هجيب لك حاجه حلوه ونجيب لك لبس، فهي بتبقى فرحانه. فكان الحل ان احنا ناخد الصوت الداخلي بتاع البنت، يعني نشوف بقى هي من جوه حاسه ازاي.
وكانت الموسيقى الأستاذ مراد كاولا كان طول الوقت صوت الكاولا كان هو الصوت اللي طالع كأنه الصوت بتاع البنت من جوه، احنا سامعين صوتها من جوه. لأنها في الأول هي بتبقى زي ما نقول سرقها السكينة، يعني ما بتبقاش قوي إن هي عارفة إيه اللي هيحصل. يعني بالتوازي مع القصة بتاعتنا كان يعني احنا نزلنا هو الفيلم دوكي دراما، يعني ممثلة واحدة بس بقية الحاجات كلها في لوكيشن حقيقي، فبالتوازي مع القصة بتاعتنا كان في قصة البيت اللي جنبنا كان فيها عروسة بتتجوز، وكلمت معيها برضو بس طبعا ما عملتش اي مشاكل، ما ينفعش اقول لها ان انا بعمل فيلم ضد الموضوع هنتضرب كلنا. كانت تحت سن كانت قاصرة، كانت شكلها طبعا قاصرة بس طبعا بيكون في ويز ان هم مش بيقولوا دوت بشكل واضح يعني، فبس الحاله مش كده، الحاله ان فيه هدوم وفيه فرحه وفي في في حاجات حلوه هتحصل، بس ان هم غالبا بيكون عندها اخوات كتير والبيت زحمه، فالله ده انا هيبقى عندي اوضه لوحدي، هي فرحانه بحاجات تانية مش 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 في بالها ايه اللي هيحصل بعدين. نفس يعني اللوكيشن اللي احنا كنا فيه صاحبه البيت هي نفسها كمان اتجوزت وهي صغيره، وحكيت لي عن واحده في العيله عندهم، فابتدينا بقى يعني ابتديت اروح بقى ونختار الاماكن اللي هنصور فيها وكده، وكنت بحاول احكي معاها. في مره قلت لقيتها قاعده بتقشر بطاطس، رحت واخداها بقى وقعدنا معاها نتكلم يعني نشوف الدنيا فيها ايه، فحكيت لي برضو عن واحده في عيلتهم، قالت لي اصل احنا كنا فاكرينها ما بتخلفش، وبعدين خدوها للدكتور، هي هم فاكرين اي واحده ظهرت عليها عن علامات البلوغ هي كده خلاص، هي دلوقتي حالا الرحم جاهز ان هو يشيل بيبي، فالدكتور قال لهم لا ما هي مش هتخلف دلوقتي، ما هو مش كل واحده خلاص ظهرت عليها العلامات يلا جوزوها، قال لهم لا مش هتخلف دلوقتي مش هينفع. حسيت ان الناس احنا يعني في 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 وانا كنتش كمان بصور في مكان مثلا بعيد قوي عن التعليم او كده، لا ده انا كنت في القليوبيه يعني مكان في شبرمنت، سوري في شبرمنت، شبرمنت حته مش بعيده عن العاصمه مش بعيده عن القاهره. يعني كان نفسي اني ما كنتش الاقي دوت، يعني كنت متخيله ان انا بالنسبه لكم اكيد عندهم وعي، يعني ما حد متخيله ده موجود في حته، يمكن انا اصلا كنت متخيله الموضوع ده خلاص يمكن انتهى شويه، بس كميه الحالات اللي انت قابلتيها، هل بقى في حاله من الحالات ما كانتش عايشه الفرحه بتاعه العروسه دي، كانت حاسه انه ما كانتش عايزه تتجوز بس اهلها كانوا غصبينها؟ في الحالات اللي انا شفتها الحقيقه لا. واعتقد ان دي بتبقى حاجه كويسه من الناس اللي بتعمل البحث، ان هم مش بيقولوا اصلا مش هينفع ان احنا نتكلم مع البنت نفسها ونقول لها على فكره انت ليكي حق ان انت تتعلمي وليكي حق ان يكون ليكي دخل وتكوني مستقله ويكون تقدري تعيشي لوحدك وتكملي مستقبلك لوحدك، مش هينفع لان هي ما عندهاش الادوات اللي تخليها تقدر تعمل دوت. هو الحل ان احنا نجيبها من الكبار، وغالبا اللي بيحصل انه الناس دول بيوصلوا للهيئه الانجليه او للمؤسسات اللي بتدعم لهم بعد ما بتكون المصيبه خلاص حصلت، يعني هم غالبا بيكونوا جايين بعد ما الموضوع بيحصل، يعني كل اللي نقدر نعمله في المرحله اللي ممكن يعملها الفيلم ان يحصل اويرنس، يحصل طبعا قوانين موجوده لكن مش مفعله، ان يحصل مثلا انه يكون في تجديد جامد، ان يكون في وعي. فاكره القصص بتاعت يعني كنا سمعنا في القاهره الناس مثلا ابتدوا ايه يلا احنا فرحانين نحط الصور على السوشيال شانلز وبتاع، لما حصل كده ايه اللي حصل الدنيا قامت عليهم، فدي بتبقى فرصه ان لو احنا نشرنا كل واحد قال تاني كل واحد قال حتى لاي حد بيقابله، فبالتالي الوعي هيزيد وكلنا كده هيحصل، يعني اعتقد الجماعه الشعبيه قوتها اكتر بكتير قوي من يعني من قوة القانون، لأن القانون للأسف بيكون فيه باجيتس وطرق ملفوفة كتير عشان يحصل تحايل عليه. هل